باكا البرتو وياخذ الكره. عبد الهادي حلحول اتول حلحول في اتجاه يوسف عياتي. خطاف فتح من حارس انتركلوب لواندا بولينجو بينجي. خطاف فتح يمكن عبد الهادي حلحول من افتتاح التسجيل للمغرب الفاسي والماس في توقيت 39 دقيقة من هذا الشوط الأول. المغرب الفاسي في افتتاح التسجيل في ملعب 22 يونيو بعد خطأ كبير وسوء تقدير في خروج الحارس بولينجو إيبنجي. وتسديدة عبد الهادي حلحول هي في الحقيقة كانت تمريرة في اتجاه حمزة بورسوق وخطأ من الحارس يمكن الماس من افتتاح التسجيل في توقيت ممتاز يعني قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول. الماس